لا يفتى ومالك في المدينه هكذا يقول المثل السائر فمن هو مالك هو امام دار الهجره وصاحب المذهب ابو عبد الله مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي المدني ولد بالمدينه سنه ثلاث وتسعين للهجره طلب العلم منذ طفولته فقال عن نفسه كانت امي تعممني وتقول لي اذهب الى ربيعه فتعلم من ادبه قبل علمه تاهل للفتيه وجلس للافاده وله احدى وعشرون سنه وهو راس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري اصح الاسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر وقال النسائي ما احد عندي بعد التابعين انبل من مالك بن انس ولا احد امن على الحديث منه وهو امام في الفقه والحديث قال الشافعي اذا جاء الاثر فمالك النجم وقال فيه ابن حبان لم يكن يروي الا ما صح مع الفقه والدين والفضل والنسك ارتحل الناس اليه من شتى الانحاء وتتلمذ عليه كبار العلماء منهم الشافعي والثوري ووكيع كان شديد التعظيم للسنه وكان يقول السنه سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وكان يحث على العمل بالسنه وترك التعصب فقال انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه فاتركوه واعظم كتبه الموطا قال فيه الشافعي ما على وجه الارض بعد كتاب الله اصح من كتاب مالك وكان هذا قبل جمع الصحيحين توفي رحمه الله سنه تسع وسبعين ومائه من الهجره في المدينه النبويه ودفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه